تابع هذه الأخبار ولكن بعد الفاصل التالي. أهلا بكم من جديد. تبنت الأمم المتحدة قرارا يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل بتأييد 128 دولة، وصوت ضد القرار 9 دول في حين امتنعت عن التصويت 35 دولة في الجلسة الطارئة التي عقدت بطلب عربي للتصويت على رفض القرار الأمريكي الهادف لتغيير وضع القدس. نتيجة التصويت كما يلي: الموافقون 128، المعترضون 9، الممتنعون 35. اعتمد مشروع القرار A على ES 10 على L22. وقبيل التصويت قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن القرار الأمريكي لن يؤثر على وضع القدس وإنما يؤثر على وضع الولايات المتحدة كوسيط للسلام. وخلال جلسة التصويت على القرار العربي ضد قرار واشنطن حول القدس في الأمم المتحدة، أضاف المالكي أن واشنطن أضاعت فرصة للعدول عن قرارها لتلتحق بالمجتمع الدولي وتنهي عزلتها في العالم، في إشارة إلى الرفض الواسع للقرار الأمريكي بشأن القدس. وأكد المالكي أن القدس هي مفتاح السلم والحرب في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أن القرار الأمريكي يخدم حكومة الاحتلال الإسرائيلي ويشجع التطرف والإرهاب في المنطقة. ونؤكد على أن القرار الأمريكي لن يؤثر على وضع ومكانة المدينة المقدسة بأي شكل من الأشكال، وإنما يؤثر بطبيعة الحال على مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط للسلام، وذلك لأنها فشلت في اختبار القدس رغم تحذيراتنا وتحذيرات العالم أجمع من التهاون في هذا الاختبار ومن مغبة قرارات تؤجج المشاعر الدينية وتساهم في تحويل صراع سياسي قابل للحل إلى حرب دينية لا حدود لها. كما اعتبر المالكي أن الولايات المتحدة قد عزلت نفسها بقرارها الذي وصفه بغير المشروع والاستفزازي وتجاهلت تداعيات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية التي تدعو إلى الحلول السلمية والتي تحول دون تأجيج الصراعات. اليوم أضاعت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا فرصة للعدول عن قرارها غير المشروع والاستفزازي لتلتحق بالمجتمع الدولي وتنهي عزلتها، ولكنها مضت في تجاهلها لتداعيات الخطيرة لقرارها ولدعوات المجتمع الدولي لها باحترام قرارات الشرعية الدولية التي تحكم عالمنا والتي تحول دون تأجيج للصراعات، بل تقدم مرجعيات للحلول السلمية العادلة. في المقابل تمسكت الولايات المتحدة بقرارها الذي وصفته السفيرة الأمريكية نيكي هالي بأنه الصواب، محذرة من عدم نسيان الولايات المتحدة ما وجه لها مما وصفته بالإهانات في الأمم المتحدة. الولايات المتحدة لن تنسى هذا اليوم، اليوم الذي هجمت فيه دون غيرها في الجمعية العامة لمجرد ممارستنا لحقنا كدولة ذات سيادة. نحن سنتذكر هذا عندما يطلب منا مرة أخرى أن نقدم أكبر مساهمة في العالم للأمم المتحدة، وسوف نتذكر هذا اليوم عندما تأتي دول طالبة منا كما تفعل كثيرا لأن ندفع المزيد والمزيد ولأن نستخدم ثقلنا لخدمة مصالحها. إن أمريكا ستضع سفارتها في القدس، هذا ما قرره شعب أمريكا وهذا هو العمل الصواب. ما من صوت في الأمم المتحدة سيحدث فرقا في هذا القرار،
ولكن القرار هذا سيحدث فرقا في الانطباعات ما بين شعب أمريكا والولايات المتحدة عن الأمم المتحدة، وكيف سنعامل الدول التي تهيننا في الأمم المتحدة. هذا الصوت سنذكره. وينضم إلينا عبر سكايب من القدس السيد فضل طهيوب، الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن الإسرائيلي. مرحبا بك سيد فضل، ولنبدأ بهذا التعليق من السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة التي اعتبرت أن العالم بأسره قد أهانها أو أهان بلادها. يعني أعتقد أنه الولايات المتحدة أهانت نفسها، أهانت نفسها لأنها اتخذت قرار خارج الشرعية الدولية وخارج قرار مجلس الأمن الدولي وخارج الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذا من اللي اخترق القوانين؟ الذي خرج عن القانون الدولي هو اللي خرج عن المجتمع، وبذلك أهان نفسه، وفي الوقت ذاته استهترب المجتمع الدولي. وهذا موقف أمريكي ساذج، يعني غبي، ليس فيه نوع من الحكمة، لأن هذا القرار أو هذا الموقف الأمريكي أدى إلى زيادة العنف في المنطقة وإلى زيادة الصراع. ومنذ ذلك القرار حتى الآن، أو قرار ترامب حتى الآن، هناك أكثر من 200 أو 2000 جريح فلسطيني، وفي هناك حوالي 15 شهيد وأكثر من 200 سجين. إذن هو أثار المنطقة وأثار العنف وأثار الصراع من جديد. طيب، هذا موقف بصفتك متخصص في الشأن الإسرائيلي، تعليقك على الكلمة كلمة مندوب إسرائيل، والذي قال الذي يعني قال إن الإسرائيليين يعودون إلى بلادهم أو إلى مدينتهم التي كانت بلادهم منذ 2000 عام. 4000 عام. طيب، أعتقد أنه هذا الكلام يعتمد على التوراة أو توراة، ومعنى آخر أدخل المنطقة في صراع ديني. الصراع الديني لا يوجد حلول في الصراع الديني بين أي شعب أو ديانة وأخرى. الصراع الديني هو صراع انتحاري، إما أنا أو أنت، لا يوجد تسوية في الصراع الديني. وهذه خطأ كبير ترتكبه إسرائيل وترتكبه الولايات المتحدة. الصراع الديني لا تنازل في الصراع الديني، وفي الجانب سواء كان مسيحي أو إسلامي أو يهودي أو أي الديانات، هي عقائد، عقيدة. إذن هم ينطلق من منطق توراتي، وكأن الناس يجب أن تؤمن بالتوراة حتى تصدق أنه هذه بلادهم. هذه ليست بلادهم. حتى يعني الأنبياء كلهم إلى جاءوا لهذه المدينة أو لفلسطين بالذات، جاءوا إليها من خارج فلسطين وليس من فلسطين نفسها. بمعنى يعني إبراهيم، أبونا إبراهيم اللي بيعتبروه أبو الأنبياء كلها، جاء إلى فلسطين عند الكنعانيين، والكنعانيين هم نحن الفلسطينيين، نحن الكنعانيين. وقبل وموسى أيضا هرب من مصر وجاء لفلسطين، وليس ولم يولد في فلسطين. إذن يعني الموضوع ليس صحيح، يعني ومشكوك في هذا الموضوع، والاعتماد على مفهوم توراتي ديني، إدخال المنطقة في صراع ديني ومتاهة دينية، يمكن لا يمكن أن نعرف حتى متى، يعني كم ستطول هذه الصراع على قاعدة دينية. طيب، أخيرا، وبهذا القرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وبهذا الإجماع الكبير، هل تعتبر أنه أعاد القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى المسار التفاوضي؟ أولا، في إدانة واضحة للولايات المتحدة ولإسرائيل بأنهم يعملون خارج القانون الدولي، وعلى الأقل القانون الدولي يحتاج إلى إعادة اعتبار حتى تكون في هناك قوانين تحكم المجتمع ليس بالقوة كما تفعل الولايات المتحدة. هذا واحد. اثنين، القضية الفلسطينية أنا في اعتقادي كسبت أخلاقيا وأدبيا وقانونيا من هذا المجتمع بهذا التصويت، بمعنى أنه هناك حق للفلسطينيين، وهناك لهم مدينتهم ولهم عاصمتهم ولهم دولتهم، وهذا قرار دولي سواء في مجلس الأمن 14-1 وفي هيئة الأمم أيضا 128 لصالح فلسطين. هذا مكسب أدبي وأخلاقي وقانوني للشعب الفلسطيني، لكنه لا يعطي على واقع الأرض أي شيء للفلسطينيين، لأن الموضوع لم يعد قانون ولم يعد مفاهيم ومبادئ. أصبح القانون قانون قوة. الولايات المتحدة تستخدم القوة العسكرية وقوة المال هي وإسرائيل لتنفيذ مآربهم لا أكثر ولا أقل. والتهديد الأمريكي كان واضح
تماما. إذا نحن كفلسطينيين في اعتقادي رغم المكسب الأدبي والأخلاقي والقانوني نحن بحاجة لتغيير الموازين سواء كفلسطينيين أو كأمة عربية حتى لا تتحكم إسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط بشكل عام. السيد فضل طهبوب الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. ومتابعة أيضا ينضم إلينا من بروكسل العاصمة البلجيكية السيد محمد رجائي بركات الخبير في العلاقات العربية الأوروبية. سيد محمد، يعني بعد هذا القرار الذي تم تبنيه من 128 دولة بوضعية القدس أو رفض قرار ترامب، سبق هذا القرار وأيضا في كلمة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية تهديد واضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأي دولة تصوت ضد أهدافها في هذا القرار، هل من تأثير على علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالدول الأوروبية التي أيدت هذا القرار؟ لا أعتقد أنه سيكون هناك تأثيراً على علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الأوروبية أو مع العديد من الدول الأخرى. مواقف الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وحتى الآن سواء في الأمم المتحدة أو غيرها كانت دائماً تبدي دعمها التام لإسرائيل، وهي ما زالت مستمرة بهذا الاتجاه. الآن الرئيس ترامب أصبح أكثر وضوحا في مواقفه وأصبح يعلنها بشكل تام. مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد السلام معروفة منذ فترة طويلة. الخطأ هنا يأتي أعتقد من الجانب الفلسطيني ومن الجانب العربي الذي منذ سنوات طويلة كان يأمل إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية، ولكن الواقع على الأرض منذ عدة سنوات وحتى منذ بدء مفاوضات أوسلو أثبت عدم صحة هذه التوقعات وهذه الآمال. عندما نجد أن بناء إسرائيل مستمرة وبدعم أمريكي منذ سنوات في بناء المستوطنات، هناك نحو ما يقارب مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، فهذا يعني يدل على أنه لا توجد هناك رغبة إسرائيلية وأمريكية في تثبيت. ولكن سيد محمد، يعني مع هذا ومع استمرار بناء المستوطنات واستمرار أيضا القضية، ولكن التحركات الأمريكية اللي جرت في الفترة الأخيرة اللي سبقت انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم كلها تهديد ووعيد، يعني حتى أنه السفيرة تتحدث أنه أي دولة ستصوت بنعم لهذا القرار ستعتبر تصوت ضد الولايات المتحدة الأمريكية، تتحدث عن استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية والدعم الذي تقدمه هذه الدولة العظمى للدول، ومن ثم لابد من التوافق في كافة قراراتها. يعني الموضوع كان لي برضو يعني جزء كبير من التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية، أليس كذلك؟ هذه التهديدات الآن أصبحت واضحة، كانت موجودة في السابق. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تهدد ولكن بشكل غير معلن خلال مفاوضاتها مع الدول النامية، مع الدول الأخرى كانت تهدد وكانت تجبر العديد من الدول على اتخاذ بعض المواقف. أنا لا أعتقد أن هذا انتصار تام أو انتصار كبير للقضية الفلسطينية. كون هناك 39 دولة امتنعت عن التصويت، كنا نتوقع يوم أمس أنه من بين 193 دولة ستصوت ضد القرار 3 أو 4 دول، ولكن صوتت ضده 9 دول وامتنعت 39 دولة عن التصويت. فبالتالي التهديدات الأمريكية نوعا ما نجحت أعتقد في تثبيت الموقف الإسرائيلي. وما يزيد الوضع خطورة بالنسبة لي أنه الآن بدأ التحدث عن التاريخ اليهودي في المنطقة ووجود إسرائيل منذ 3000 عام إلى آخره، وبدأ هذا الكلام يظهر على الساحة الدولية. هل يعني ذلك أن إسرائيل ستستمر في طموحاتها الموجودة على العلم الإسرائيلي نجم الداود وهناك الخطين الأزرقين اللون الأزرق؟ وأعتقد أن الجميع يفهم ماذا يعني هذا العلم، وأيضا هل سيطالب في المستقبل القريب
بالعودة إلى خيبر في المملكة العربية السعودية حيث لهم تاريخ هنا. نعم نعم. لا يجب أن ننسى أيضا أن إسرائيل عبر شركات أجنبية تشتري أراضي في العديد من المناطق في العالم العربي. نعم، لابد لكل هذا أن ينتهي. أشكرك شكرا جزيلا السيد محمد رجائي، حدثنا مباشرة من بروكسل العاصمة البلجيكية. ما زلنا مشاهدينا في متابعة هذا الحدث، وينضم إلينا من غزة السيد كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية. مرحبا بك سيد كايد، وكيف تابعت اليوم هذه الجلسة التي يرى الكثير من المراقبين أنها انتهت بانتصار للقضية الفلسطينية؟ يعني بدون شك جلسة اليوم كانت جلسة تحدي للإدارة الأمريكية بكل ما تمثله، وتحدي بقرارها أولا ولتهديداتها ثانيا. فالاستجابة التي يعني جرت اليوم هي استجابة محدودة، لأن حتى من امتنع عن التصويت هو لم يؤيد الموقف الأمريكي، وإنما راعى اعتبارات ومصالح خاصة به في هذا التصويت. ولم ينتصر القرار الأمريكي إلا 9 بلدان، قسم منها كثير يمكن أكثر من 30 عالم لا يسمع بها. وبالتالي أعتقد أن ما جرى هو مكسب للفلسطينيين هذا اليوم ومكسب للعرب، وبالتالي يجب البناء عليه في متابعة الضغط على إسرائيل من أجل الإجابة للسرية الدولية وخطرتها. نحن أمام بوجهة نظرك كيف يمكن البناء عليه في الضغط على إسرائيل؟ هل الضغط السياسي أم الضغط الميداني؟ أنا برأيي الضغط بكل وسائل. أولا الإدارة الأمريكية بعد أن أصبحت شريك لإسرائيل في الاعتراف بالقدس وبالبعد الديني التاريخي لها، وهو أمر في غاية الخطورة وليس فقط المعنى السياسي، وأصبحت تغطي سياسات إسرائيل بما في ذلك يعني اليوم عندما قالت تدافع عن إسرائيل، وعندما قالت كيف يعني أو تستغرب المندوبة الأمريكية كيف إسرائيل أن تستمر في هذه المؤسسة التي تتخذ قرارات تجاهها. طيب. وهو عكس السؤال المطلوب، كيف يقبل المجتمع الدولي إسرائيل التي يعني تتنصل من الاشتراطات التي يعني ارتبط الاعتراف بها بتلبية إسرائيل لهذه الاشتراطات، ثم كيف يقبل بأن تستمر إسرائيل في هذه المؤسسة وهي تدير الظهر بميثاقها وقراراتها إلى آخر ذنبها. وبالتالي الإدارة الأمريكية الآن تقدم دعما غير مسبوق، وعلينا نحن حتى نفرض يعني القرارات الخاصة بحقوق العربية والفلسطينية أن نمارس أولا كفلسطينيين نحن توحيد الساحة الفلسطينية واستعادة تجميع اتفاقاتنا وقوانا، وأن نعيد النظر فعلا بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، لأن هذه الاتفاقات لم يعد لها أي معنى، والاعتراف بإسرائيل لم يعد له أي معنى. وبالتالي هذه نقطة ابتداء هذه النقطة يجب أن نمارسها نحن كفلسطينيين، ونعد ونعيد بناء استراتيجيتنا في التعاون مع إسرائيل باعتبارنا نخوض نضالاً تحرياً وطنياً ديمقراطياً ضد دولة استعمارية تحتل أرضنا، وأن نسعى إلى تجديد الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الأمم المتحدة على أرض الواقع، وأن يدار الصراع بين دولة تستعمر أراضي دولة أخرى. هذا الموضوع الأول، وكل ما يتطلب ذلك من برنامج وأسرة مؤسسات إلى آخر ما هناك. الأمر الآخر عربياً بصراحة شديدة، يعني الموقف العربي يضوء هذا الانقسام القائم، يشجع إسرائيل على مزيد من الفعل في داخل الساحة العربية لزيادة هذا الانقسام فيها ولحرف طبيعة الصراع في هذه المنطقة. ولذلك من المهم جدا أن يتوحد العرب الآن على قاعدة أن إسرائيل لا زالت هي عنوان التناقض الرئيسي مع الشعوب العربية والبلدان العربية، لأن مخاطر إسرائيل فعلا لا تتوقف عند الشعب الفلسطيني وأرضه، وانما تطال يعني مساحات واسعه من العربيه. واخفي واكفي ان اشير هنا الى ان شارون يعني قبل ان يتسلم رئاسه الوزراء وفي عام 95 كما اعتقد صرح في المؤتمر السنوي الذي يعني يعقد في اسرائيل بانه يجب اعلان حدود الدوله اليهوديه بما يشمل يعني كامل فلسطين والاردن ولبنان واقسام واسعه من سوريا واقسام من السعوديه واقسام من مصر وصولا الى الكويت وتركيا. وبالتالي هناك أطماع إسرائيلية تتجاوز حدود يعني ما هو قائم
الآن يعني نعم ويجب الانتباه إليها عربيا الأستاذ. نعم وعلى هذا الأساس يجب الأمة العربية الآن أن توحد موقفها انطلاقا من هذه الحقيقة وأن تتعامل مع حلفاء إسرائيل من موقع المصالح، لأنه لا يجوز للإدارة الأمريكية تهدد الجميع بأنها ستوقف الدعم عنها وفي ذات الوقت الأموال العربية تكون عند الإدارة الأمريكية. نعم فيما تستخدم من لغة المصالح يعني في التعامل مع الإدارة. نعم فيما يبدو أن القادم هو دور جامعة الدول العربية. السيد كايد الغول عضو المجلس أو المكتب السياسي لحركة فتح، شكرا جزيلا لك. نتحول إلى دكتور عصام عبد الله الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية مباشرة من واشنطن. دكتور، ما هي ردة الفعل الأمريكية المتوقعة بعد هذه النتيجة؟ يعني تحياتي لحضرتك والأستاذ وشهيدي قناة النيل للأخبار. بداية القرار كان متوقع من قبل المتحدة شبه إجماع دولي على الحفاظ على وضعية مدينة القدس. بالنسبة للولايات المتحدة كانت أيضا تتوقع هذا القرار. كل ما اتخذه الرئيس ترامب كان يعني تطبيق لقرار أصر بالفعل قبل أكثر من 20 عاما سنة 1995، وبالتالي هو لم يقل صراحة في أي جزء سوف ينقل السفارة، وبالتالي هو فتح الباب لمزيد من الدبلوماسية. وما هو اليوم هناك ورقة قوية للمجموعة العربية كي تستخدم الضغوط السياسية والدبلوماسية للوصول إلى حل يرضي الأطراف، بما يعني أن هناك توافق اليوم على طيب. ولكن هل كانت هذه النتيجة، أنت تقول دكتور أنه هذه النتيجة كانت متوقعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أنه يكون في أصوات كثيرة تصوت مع هذا القرار أو تصوت بإيجابية مع هذا القرار، ولكن هل توقعت الولايات المتحدة أن يصل العدد إلى يعني إلى 128 دولة مع استمرار التهديد والتحذيرات لدول العالم كافة عن تبعات التصويت مع هذا القرار ونتائجه أيضا على علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالدول المشاركة في هذا التصويت؟ أقول حضرتك لماذا؟ بداية هذا العام اصدرت 210 قرارا، 6 منهم كانوا ضد اسرائيل، بمعنى ان لكل دوله كان هناك قرار ادانه، 6 دول تقريبا من ايران لكوريا الشماليه للولايات المتحده نفسها لمنظار فيه الى ولكن. دكتور عصام عبد الله الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية، نعتذر لك ونعتذر أيضا للسادة المشاهدين عن رداءة الصوت من المصدر. بالعودة إلى الشأن الميداني، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار إن اعتداءات الاحتلال على المتظاهرين الرافضين لقرار ترامب لاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أدت إلى ارتقاء 11 شهيدا وأكثر من 3300 جريح في محافظات الضفة وقطاع غزة حتى الآن. أوضح النجار أن من ضمن الإصابات 400 بالرصاص الحي، بينهم 6 إصابات ما زالت في العناية المكثفة في وضع حرج. إلى ملف آخر وإلى الشأن المحلي، حيث سلم وزير التجارة والصناعة طارق كبيل لرئيس جمهورية البرازيل ميشيل تامر رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بقصر الرئاسة بالعاصمة برازيليا، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات قمة رؤساء دول السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية ميركسور والتي تستضيفها برازيليا. قال قبيل إن الرسالة نقلت تقدير الرئيس السيسي للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين وإشادته بمستوى التنسيق الراهن والمستمر فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها مكافحة الإرهاب. من جانبه أكد الرئيس ميشيل تامر تقديره للرئيس السيسي وتطلعه لزيارة البرازيل خلال المرحلة القادمة.
أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء وزير الإسكان مصطفى مدبولي على أهمية المتابعة المستمرة من جانب المحافظين لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات. وجه القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بالعمل على استكمال دراسات الجدوى المتعلقة بعدد من المشروعات الجديدة المزمع طرحها للتنفيذ بالمحافظات من خلال بحث كافة الجوانب الفنية والمالية المتعلقة بها بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية. وخلال الاجتماع استعرض مجلس المحافظين تقريرا حول تقييم إجراءات واستعدادات الوزارات والمحافظات لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة للموسم الحالي. وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء على أهمية ضمان جاهزية مختلف المحافظات للتعامل الفوري مع حالات سقوط الأمطار بكثافة. أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن المزاعم التي تضمنها تقرير منظمة Human Rights Watch الصادر في 5 سبتمبر الماضي حول وجود ممارسات تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر هي محل تحقيق أمام نيابة استئناف القاهرة، مؤكدا أن الدولة المصرية تأخذ بعين الاعتبار ما يكتب من تقارير دولية. وخلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة للاستعلامات عن تقرير وزارة شؤون مجلس النواب حول ملف حقوق الإنسان في مصر، دعا رشوان المنظمات أن تتقدم بما لديها من معلومات وبلاغات للسلطات المختصة، وأكد أنه لا يوجد في مصر إغلاق إداري أو أي ضغوط تمارس على منظمات حقوق الإنسان. يعني آخر نقطة وهي لماذا هذه السمعة السيئة كما ذكر لمصر في مجال حقوق الإنسان؟ الحقيقة إنه كما أتعلم من مهنتي كصحفي أو مهنتي كباحث أن المهني لا يتوقف عند ما يشيع الآخرون أو عند السمعة. السمعة جزء من نزاع سياسي. ترويج السمعة عن دولة أنها ضد أو مع حقوق الإنسان هو جزء من نزاع وصراع سياسي يجري الآن في مصر. أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم عن إجراء جولة للإعادة في الانتخابات التكميلية لشغل مقعد مجلس النواب عن دائرة مركز جرجة بمحافظة سوهاج بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات، وذلك نظرا لعدم حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة. شعب مصر العظيم، لقد أرسل السيد الدكتور رئيس مجلس النواب كتابا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مؤرخا في 12/2017 متضمنا صدور قرار المجلس بخلو المقعد الذي كان يشغله النائب هرقل محمد وفقي عبد القادر عن الدائرة 8 ومقرها مركز جرجة محافظة سوهاج وذلك لوفاته. وطلب إعمال المادة 108 من الدستور وعليه وبناء على هذا الكتاب فقد اتخذت الهيئة الإجراءات المقررة قانونا لشغل ذلك المقعد الشاغر. من ناحية أخرى قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة هي أول مؤسسة مستقلة يعهد إليها إدارة عملية الاستفتاء والانتخابات على مستوى الجمهورية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي إحدى ثمار ثورتي يونيو ويناير. جاء إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية تتويجا لمسيرة الإصلاح الديمقراطي التي بدأتموها وتأبون إلا تمامها. وقد عهد إليها الدستور والقانون وحدها دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية في كافة مراحلها. أعلنت النيابة العامة أنها تقدمت بمحاضر ووثائق تحتوي على عناصر التحقيق الجديدة المتعلقة بواقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني إلى نيابة روما الإيطالية.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن لقاء جديدا عقد اليوم بمكتب النائب العام بالقاهرة بين النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق ونائب الجمهورية في روما الدكتور جوسيبي بنياتوني، وذلك في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية ونيابة روما في التحقيقات المتعلقة بقضية مقتل ريجيني. تضمن اللقاء أيضا قيام الطرفين المصري والإيطالي ببحث معمق لعناصر التحقيق المتبادلة بين الطرفين، لافتا إلى أنه تم أيضا شرح ما تم من تقدم في عمل الشركة المكلفة باسترجاع تسجيلات محطات مترو الأنفاق في القاهرة والتي تواجد بها ريجيني قبل اختفائه. وتسلمت النيابة العامة المصرية نسخة من التقرير المعد بمعرفة الشرطة القضائية الإيطالية، مشيرة إلى أنها سوف تستكمل التحقيقات في ضوء الافتراضات التي تم تبادلها بين الطرفين. جدد وزير الموارد المائية والري موقف مصر الثابت فيما يتعلق بموضوع سد النهضة الإثيوبي، نافيا في الوقت ذاته بشكل تام صحة ما تداولته وسائل إعلام تزعم أن مصر قد أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بالسد. جاء هذا خلال اجتماع عقده الوزير اليوم مع عدد من السفراء العرب والأفارقة والأجانب المعتمدين بالقاهرة بمقر وزارة الخارجية، حيث أطلعهم على آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة. وضح أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وسائل الإعلام على أن مصر قد أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة، موضحا أن واقع الحال هو أن مصر قد قبلت التقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري الفرنسي شركة BRL عن الكيفية التي ستستكمل بها الدراسات، وأن إثيوبيا والسودان ترفضانه برغم التزامه بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث، ما يؤدي إلى التعثر الراهني في استكمال الدراسات. أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد على رفض مصر القاطع لما انطوى عليه الخطاب الموجه من الخارجية السودانية من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين أو الادعاء باحتلال مصر لها. جاء ذلك تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام حول قيام وزارة الخارجية السودانية بتوجيه خطاب إلى الأمم المتحدة لإعلان رفضها لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الموقعة في 8 إبريل عام 2016. وأضاف المتحدث باسم الخارجية في بيان اليوم أن وزارة الخارجية المصرية بصدد توجيه خطاب إلى سكرتارية الأمم المتحدة لرفض الخطاب السوداني وما تضمنه من مزاعم في هذا الصدد، وللتأكيد على أن حلايب وشلاتين هي أراض مصرية يقطنها مواطنون مصريون تحت السيادة المصرية. فازت مصر بجائزة التميز لاتحاد الشباب الإفريقي في الآداب والعلوم الإنسانية، وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة لمؤتمر اتحاد الشباب الإفريقي التي عقدت خلال فترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري بالعاصمة السودانية الخرطوم. حصلت الدكتورة داليا عزام عضو مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة وعضو الوفد المصري المشارك في المؤتمر، حصلت على الجائزة نفسها عن أبحاثها المهتمة بالأدب والشؤون الإنسانية، وقام بتكريمها كل من مساعد الرئيس السوداني ووزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الشباب الإفريقي. اختتمت اليوم فعاليات الدورة التثقيفية للأمن القومي وحروب الجيل الرابع التي نظمتها كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا لتوعية العاملين بقناة النيل الأخبار بمخاطر حروب الجيل الرابع وأبعاد الأمن القومي. البرنامج التأهيلي الذي استمر لمدة 4 أيام حضر فيه نخبة من مستشاري أكاديمية ناصر العسكرية العليا لإلقاء المحاضرات على العاملين، حيث قام اللواء أركان حرب صفوة أديب مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا بإلقاء المحاضرة الافتتاحية للدورة، كما قام اللواء أركان حرب بهجة محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطني بإلقاء عدد آخر من المحاضرات، بالإضافة
إلى عدد آخر من مستشاري وخبراء أكاديمية ناصر. وقد قامت قناة النيل الأخبار بتكريم مدير كلية الدفاع الوطني اللواء أركان حرب بهجت محمد فريد، ومنحته درع القناة، وأيضا منحته شهادة التقدير في نهاية الدورة. قامت المنطقة الجنوبية العسكرية بإعداد وتأهيل 550 فردا من ذوي القدرات الخاصة من أبناء محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد، وذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات والحواسب الآلية داخل مركز نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة بأسيوط. تأتي هذه الخطوة وفقا للبروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين أكثر من 100 فرد من المتميزين للحصول على فرص العمل مميزة بالعديد من الشركات ومؤسسات القطاع المدني في صعيد مصر. يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم خطط التنمية الثقافية والاجتماعية في صعيد مصر والاهتمام بذوي القدرات الخاصة والاستفادة أيضا من طاقاتهم وقدراتهم. الآن مشاهدينا مع أهم الأخبار الاقتصادية في نشرتنا لهذه الساعة. الأخبار الاقتصادية في هذه النشرة مع أمير داود، إليك أمير. شكرا لك يا أمل. شكرا نشرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال وأهم ما نتابع فيها. صادرات الملابس الجاهزة المصرية تنمو بنسبة 13% خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الجاري. أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن نمو قيمة صادراته خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الجاري 2017 بنسبة 13% عن مستواها في نفس الفترة من عام 2016. وسجلت صادرات الملابس الجاهزة في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017 نحو مليار وثلاثمائة وخمسة آلاف دولار في مقابل مليار ومائة وخمسة وخمسين ألف مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016. ونوه المجلس إلى استحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على 49.6% من قيمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة لتبلغ نحو 647 مليون و 410 آلاف دولار خلال الفترة من يناير نوفمبر 2017. تليها إسبانيا بقيمة 123 مليون و 310 آلاف دولار، وبريطانيا وشمال إيرلندا بقيمة 98 مليون و 30 ألف دولار، وتركيا بقيمة 97 مليون و 57 ألف دولار. أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن لجنة تفضي منازعات الاستثمار حلت نحو 304 منازعات بلغت قيمتها نحو 11 مليارا و 200 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من 26 من فبراير وحتى 4 من نوفمبر الماضي. وأضافت الوزارة أن اللجنة تساهم في تحقيق هدف الدولة في حل مشكلات المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات. شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة أولام الدولية للأعمال الزراعية لدعم الأنشطة الزراعية للقطاع الخاص في مصر وعدد من الدول. وتهدف الاتفاقية إلى دعم المزارعين في تحسين ممارساتهم الزراعية وطرق جديدة تحافظ على الموارد المائية والمساعدة على زيادة عدد العاملين شركة أولام إلى 50%، وذلك في إطار تحقيق الأمن الغذائي. كشف المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تدرس حاليا مدى مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية لمدة 3 أشهر بالتنسيق مع اللجان المعنية داخل مجلس النواب، حيث يتطلب هذا الأمر استصدار قانون لتعديل مدة المهلة. ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن اعتبار يوم غد الجمعة ويوم السبت القادم يومي عمل رسميين لتلقي طلبات المستوردين لتوفيق أوضاعهم. وصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات
نهاية الأسبوع مدفوعة باستمرار عمليات البيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات العربي والأجانب نحو الشراء، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات و400 مليون جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 815 مليارا و400 مليون جنيه، وسط تداولات وصلت إلى 958 مليون جنيه. ختام أخبار الاقتصاد وعودة من جديد إلى الزملاء أمل رشدي وأشرف عبد العاطي واستكمال البانوراما. تفضل يا أمل. نشرتنا إذن مستمرة معكم، نذكر فقط بأبرز ما فيها. بأغلبية 128 صوتا الأمم المتحدة تقر مشروع قرار يرفض القرار الأمريكي بتغيير وضع القدس. القائم بأعمال رئيس الوزراء يوجه باستكمال دراسات جدوى المشروعات الجديدة في المحافظات والاستعداد لمواجهة أي سيول أو أمطار غزيرة. الجيش اليمني يأسر القيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابية حسين الحوثي وثلاثة من مرافقيه. أهلا بكم. أعلن الجيش اليمني اليوم عن أسر قيادي حوثي مقرب من زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي في جبهة حمك الواقعة بين محافظتي إب والضالع. وقال مصدر في الجيش اليمني إن قوات الشرعية أسرت المدعو حسين الحوثي وثلاثة من مرافقيه في جبهة حمك وأنه جار التحقيق معهم. وأفاد المصدر أن حسين الحوثي الذي ينحدر من محافظة صعدة كان في جولة استطلاعية مع ثلاثة من مرافقيه. كانت الاستخبارات العسكرية للجيش اليمني ترصد تحركاته وتمكنت من القبض عليه في نقطة عسكرية تابعة للواء 30 مدرع في منطقة العود. صدق مجلس النواب الروسي الدوما اليوم على الاتفاقية الروسية السورية بشأن توسيع قاعدة الأسطول الروسي في مدينة طرطوس السورية. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أحال الاتفاقية يوم الأربعاء الماضي إلى الدوما للمصادقة عليها. وتعد قاعدة طرطوس البحرية العسكرية هي القاعدة الثانية لروسيا في سوريا بعد قاعدة حميميم الجوية. وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت في وقت سابق أن لدى روسيا قواعد عسكرية في سوريا لم يعلن عنها بعد. أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في بورما منعها من قبل سلطات بورما دخول أراضيها، مطالبة بفرض عقوبات على قادة الجيش في ميانمار. يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه شهادات لاجئي الروهينجا في بنغلاديش التي تفيد بتنفيذ جيش بلادهم مذابح ضدهم لإجبارهم على الفرار من ميانمار. نتوقف في هذه النشرة قليلا مع الأخبار. نتحول لدور السلة الأمريكي للمحترفين، حيث اقتنص سان أنطونيوس بيرز فوزا صعبا على حساب مضيفي بارتلاند بليزرز 93-91 ضمن المجموعة الغربية. تمكن بيرز من إنهاء الربعين الأول والثاني لمصلحته 25-22 و29-24، بينما فاز بليزرز بالربع الثالث 26-20، وانتهى الربع الأخير بالتعادل 19-19 ليفوز بيرز باللقاء بفارق نقطة. مشاهدينا، كانت هذه وقفتنا الرياضية، ولكن بانوراما النيل ما زالت مستمرة مع أمل وأشرف. إليكم. شكرا لك حنان، وبالعودة إلى أخبارنا.
قامت أكاديمية الشرطة بعمل مبادرات دعت خلالها طلبة الجامعات المصرية لقضاء يوم كامل بالأكاديمية بمشاركة طلبة من داخل الأكاديمية وطلبة من الكلية الحربية. تأتي هذه الخطوة لتحقيق الترابط والتواصل بين طلاب الأكاديمية وباقي طلاب الجامعات المصرية، وذلك لتوعيتهم ضد محاولات الاستقطاب التي تقوم بها الجامعات الإرهابية. 78 طالبا وطالبة يمثلون 11 جامعة مصرية في ضيافة أكاديمية الشرطة، ومعهم طلبة من الكلية الحربية، يتعايشون معا على مدى يوم كامل لتحقيق الترابط والتواصل بينهم. يوم بدأ بمحاضرة تثقيفية حاضر فيها مفتي الديار المصرية والفنان محمد صبحي حول حماية الشباب من استقطاب الجماعات الإرهابية ودور الإعلام والثقافة والفن في محاربة الإرهاب. دي تجربة رائعة قد يتممها التعمق أكثر بدمج مراحل أخرى من التعليم مع هذه النوعيات من الجامعات. حصل النهاردة أتمنى أنه يبقى متكرر ويبقى مسافات قريبة مش مسافات بعيدة، وفعلا تواجد رموز من المجتمع مع الشرطة والجيش ومع طلبة الجامعة، أنا شايف ده اكتمال ذهني وفكري جيد. جئنا اليوم لكي تترابط الأفكار، لكي نعرف ما يدور بذهن طلاب كلية الشرطة، وأيضا طلاب كلية الشرطة وكلية الحربية يعرفون ما يدور بذهن طلاب الجامعات المصرية. كلنا جوانا الروح الوطنية، وكلنا نتمنى أن مصر تكون أحسن وأحسن، وإن شاء الله هتكون أحسن وأحسن بإيدنا كلنا، مش بإيد حد معين. فكرة التعايش في حد ذاتها بتقربنا من بعض أكتر، بصرف النظر عن أننا ما كناش بعيد، بس بنحاول نوضح صورة لباقي الشعب المصري والدول التانية أننا ما فيش أي فرق بيننا بين مواطن مدني أو طالب بالكلية الحربية أو ضابط شرطة، كلنا شخص واحد. ومنذ الصباح الباكر في اليوم التالي للتعايش شارك طلبة الجامعات طلبة كلية الشرطة الطوابير الصباحية، وشاهدوا تدريبات الكفاءة القتالية ورياضة الباركور والنزول من الحبال، فضلا عن المشاركة في طابور الدراجات الهوائية. لازم الطالب في الجامعات المصرية يعرف احنا بنشتغل ازاي وبنعد الطلبة ازاي ان شاء الله، عشان نقدر نطلع طالب واثق من نفسه مهتز بشخصيته يحمي أمن مصر. لم تكن في مخيلتنا أننا هنشوف كم التدريبات، كم الانضباط، كم التزامات اللي شفناها مع رجالة الشرطة. بجد إحنا كطلبة مصريين كمصريين نفتخر لنا الفخر والشرف أننا موجودين في أرض النهاردة، في أرض على عمود الفكر للبلد، أرض الوطن، كأكاديمية الشرطة. مبادرة